سلام، كيف حالكم؟ اخباركم؟ اليوم رجع لكم بمقطع جديد، لكن قبل لا ابدا اتمنى انك تضغط لايك واشتراك، والله يعطيك الف عافيه. مقطع اليوم راح يكون عن شرح مبنى ورشه الحداد وش الفائده منه، فيلا خلونا نبدا الحين. بسم الله، عندنا اول شيء الاشياء هذه. اذا كنت حاب تصنع راح تصنع 5 اشياء زي ما تشوف كذا، تختار الاشياء اللي تبي تصنعها. هنا عندنا الريشة راح تنتظر 3 ساعات، وبعدين يبدأ اللي بعده، وبعدها يبدأ اللي بعده، الوقت كامل كله 3 ساعات. بعد ما تصنع راح تجي هنا، راح يكون لونها ابيض مثل ما تشوفون. هذا كان ابيض، بعدين حولته للاخضر، والحين احوله للازرق مثل ما تشوفون. مثل ما تشوفون تحوله للازرق. فاذا بحوله للبنفسجي راح اجمع 4 قطع وحوله للبنفسجي. عندنا الخيار الثاني اللي هو التصنيع. عندنا السعر الابيض ب200,000 ذهب، والسعر الاخضر 1,500,000 ذهب، والسعر الازرق 2,000,000 من الذهب، والسعر البنفسجي 5,000,000 من الذهب. عندنا السعر الذهبي 15,000,000 من الذهب. شوف الخصائص يمين، يرفع لك نسبة دفاع الهجوم بنسبة 5%، وسرعة الجمع بنسبة 2%، يعني كل سلاح له فوائد خاصة. بعد ما تجمع الأشياء المطلوبة راح تطوره ب200,000 من الذهب. عندنا القسم الثاني اللي هو قسم ركبات يا طويل العمر. عندنا اللي هو الدرع، هنا قسم الدرع، وهنا قسم قفازات، وهنا قسم الشورت. الظاهر انه شورت هذا، صح؟ اي هذا شورت. هنا قسم الشورت، وهنا قسم الكنادر عزكم الله، وهنا قسم الملحقات. اتوقع انه يقول اصنع الاشياء هذه لانك راح تستخدمها على طول، تشكيلة هذه مجموعة، والمجموعة الثانية اللي هي مجموعة الحمات تصنع الاشياء هذه ويعطيك التشكيلة. فعلشان تجيب الاشياء هذه تضغط على الشيء اللي ناقص. مثلا نجرب هذا، شوفون راح يقولك راح اذهب لقسم الانتاج، تضغط اذهب، تجي هنا راح تصنعه، وبعد ما تصنعه ترجع هنا وتحصله زاد العدد. ونفس الشيء نفس كذا، تضغط اذهب وتصنعه وترجع هنا تلقاه زايدة. تجمع الأشياء المطلوبة وبعدها راح يمديك تصنع السيف هذا. الذهب تحتاجه كثير في قسم ورشة الحداد، لأنك تطور الأشياء بالذهب، يعني الذهب مطلوب. بس كذا يكون وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى عجبكم وشكرا لكم على وقتكم. سلام.